اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب وفي اتم صحه. والله احنا انا بالليل كده فكنت قاعده فقلت اصور كده مع حضراتكم. طبعا يعني انا عايزه اقول لكم جنه من غير ناس ما تنداس. طبعا دي المزرعه اللي انا كنت قاعده فيها. طبعا المانجا خلاص خلصت، كل سنه وانتم طيبين. وجارتي اللي كانت قاعده معايا في البيت مشيت، فانا دلوقتي قاعده لوحدي انا وولادي بس في المزرعه. فبصوا المنظر طبعا والله العظيم، يعني احنا كانت في الصيف ايام المانجا كان ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا عيال جارتي بيمشوا ويطلعوا ويخشوا وعيالي بيلعبوا معاهم. طبعا دلوقتي انا لوحدي انا وولادي، والله العظيم يعني انا قلت اقول لكم كده، اي حد عنده جاره لازم يحافظ على جارته والجيران طبعا. والنبي طبعا وصى على سبع جار، ودي طبعا والله العظيم يعني هي جارتي الوحيده يعتبر هنا قاعده معايا في البيت. طبعا هي مشيت خلاص، وطبعا وهي لو سمعاني وسمع الفيديو، كل سنه وانت طيبه يا حبيبه قلبي وبعود الايام يا رب وعقبال كل سنه وانت معايا. طبعا طبعا هي اللي بتيجي لوحديها، هي وجوزها وعيالها معايا عيلين صغيرين، بيجوا هم بس كده، يجوا يقضوا شهرين كده الصيف وبعدين بيمشوا. بصوا مزرعه طويله.